انا اشوف ان المتضررين فازوا للجوله الثالثه على التوالي، الشباب، الرائد، بعدين الفتح، بعدين القادسيه. اخطاء تحكيميه، ثلاث مباريات بس الشباب فاز، لان مره وسكتوا يعني، واصلا يعني اداره الشباب مكبره دماغها في الموضوع ذا يعني. أيه. ما طيب. ما تحاول تثيره اعلاميا. حلو. لكن ثلاث مباريات اخطاء واضحه، وبعدين ترى في شيء يمكن ما المشاهد الرياضي ما يعني ما ركز عليه كثير. ممتاز. طيب. ان حكم الساحه اليوم طيب. اصبح يعتمد على الفار اكثر من شخصيته، يعني ما عاد يحسب قرار جريء، ينتظر الفار، يعني ما يحسب بلنتي، ما يطرد الين يبلغه اللي في الفار. انا شفت اكثر من مباراه الحكم ما يحسب بلنتي لين يرجع للفار، مع انها واضحه الحاله. بعدين يوقف يروح يشوف الفار على اساس يصير حامي نفسه بالفار، ما يحسب البلنتي. اليوم البلنتي حق النصر حسبه بعدين الغاه. لا لا، البلنتي اللي حسبه اللي طيب. جاء الهدف. طيب. انا كنت متوقع انه بيرجع. حلو. لا لا ما هو طيب. حلو. بنكمل اول مره يعني، هذا موضوع طويل عشان نطرحه في حلقه ثانيه. حسب مباراه